السلام عليكم. عندنا هاي المسألة، هاي المسألة كثير مهمة، فيها فكرة يعني الطلاب ممكن ما تجيبها صح إلا اللي فاهم شوي بحركة السيارات أو اللي دارس مواصلات أو هاي واي. ف يعني صراحة الفكرة ما راح تخطر كثير على الطلاب، بس خلينا احنا نشوف الحل أو نشوف المسألة. يقول لي إذا 2 ميجا جرام، ميجا جرام يعني مباشرة 2000 كيلو جرام، معطيني إيش الكتلة؟ معطيني في 1 أو في الابتدائية يعني 100 كيلو متر لكل اور، برضه بحولها وبضرب ب 1000 بقسمها على 3600، بتطلع معي 27.77 متر لكل سكند. معطيني زمن 75 ثانية، 75 سكند بالمية. هسا ايش هاي معطيني اياها؟ الرياكت تو رياكت 75 ثانية تو رياكت اند لوك ذا بريكس. يعني انا بكل بساطة سيارة ماشية لقت حجر قدامها، اخذ 75% ثانية لحد ما يشحط البريك، يعني لسه ما شحط البريك. Determine the distance that the car travels before it stops. The coefficient of kinetic friction. The coefficient of kinetic friction يعطيك ميو كي، يعطيكني ربع، فمعطيني ايش معامل الاحتكاك ومعطيني كل شيء. فبالتالي بعمل تحليل للسياره. السياره بحكي والله عندي اياها زي مكعب مثلا زي هيك، بحكي والله انا عندي نورمال فورس، عندي وزن، سياره بتمشي اليمين فاحتكاكها يسار. بحسب النورمال من شابتر 12، ليش؟ لانه انا بهمني الفريكشن. الفريكشن بده يساوي النورمال ضرب الميوكي، والنورمال بحد ذاته هو ام في جي، تمام؟ واللي هي بدها تكون عندي اللي هي 2000 ضرب 9.81 ضرب الجي ضرب اللي قصدي الكي ام يو كي اللي هي ربع، بتطلع معي 19620 نيوتن. طلعت مين انا هيك؟ طلعت لي فريكشن. هسا بدي اطبق ايش؟ كونه في مسافات، فانا راح اشتغل كانوا في مسافات فراح اشتغل على ايش؟ وسرعه، فراح اشتغل على حفظ الطاقه. يلا تي 1 مش الطاقه اللي هو هذا زائد يو 1 2 يساوي تي 2. هسه قال لي تي 1 اعطاني سرعه، فبالتالي نص ضرب 2000 ضرب في تربيع، معطيني الفي اللي هي 27.77 تربيع، زائد يو 1 2. شوفوا عندي ما عنديش غير فريكشن، واللي هي سالب فريكشن اللي هي 19620، هاي هذيك مش الفريكشن فاكتور، انا النورمال فورس ضرب ميو كي ضرب المسافه اللي مشاها. قديش مشى؟ مشى اس، مش المسافه بعرفش كم هي، بقول لك احسب المسافه عاد ما يوقف، وتساوي ايش؟ صفر، اللي هو قال لي ستوبس، يعني تي 2 صفر. بطلع قيمه اس بتطلع معي، خليني بس اجيب الاس بشكل سريع، بتطلع معي الاس 157 متر، 157.31 متر. طيب اللي بحط زيك باخذ خطا، بتقول لي ليش؟ بقول لك بدك تركز، احنا الزلمه اللي لما حسبت تي 1 زائد يو 1 2 بيساوي تي 2، انا حسبت المسافه اللي مشاها من لما مشى لحد ما شحط بريك او لحد ما وقف. بس احنا شو قلنا؟ انا قبل ما اشحط بريك وقبل كل شيء قال لي اخذ 75% ثانيه لحد ما ايش؟ لحد ما يتفاعل. يعني هسه احنا بالمواصلات ان لما يكون عندي هاي بنسميها ستوبينج سايد ديستنس، اختصارها اس اس دي. شو هاي بتكون؟ هاي بتكون عباره عن الديستنس للرياكشن زائد الديستنس للبريكنج. هسه انا ديستنس للرياكشن دي السرعه في الزمن، كم سرعتي؟ 27.77. كم الزمن تبعي؟ 0.75 زائد كم البريكنج ديستنس؟ هاي طبعا بالمواصلات على قوانين والهاي واي، البريكنج ديستنس كم اللي انا طلعتها؟ مسافه البريك اللي شحطها 157.31. فهيك انا حسبت مسافه الوقوف اللي هي اللي بده اياها. انا هون سميتها اس اس دي بناء على الهاي واي يعني، بس والمواصلات يعني، بس احنا ايش هيك الدايناميك فعليا حلها، طلع المسافه من الشغل وطلع المسافه مسافه الوقوف. فبالتالي المسافة كلية فعليا المسافة لحد ما تفاعل مع الحجر انه بده يوقف لحد ما وقف. طلع جواب 178 متر وليس 157.31. ويعطيكم العافية.